قوات الأمن. امبارح بقى، وده التقرير اللي هسيب حضراتكم معاه في الفاصل، واقعة تدلكم على يعني واحدة من السلبيات اللي لسه موجودة في مجتمعنا وعلينا كلنا ان احنا نحاربها، بخلاف انتشار الأسلحة البيضاء اللي بقت موجودة في جيب كل مواطن دلوقتي كمان استخدامها. 2 شباب في سينما قاعدين بيتفرجوا على فيلم، تعرفش بقى واحد خبط واحد ولا واحد ده مش عارف ايه، ولا واحد قال له انزل مش شايف، قال له انت مالكش دعوة، كلمة في كلمة، شتيمة في شتيمة، سب في سب، تطورت الموضوع الى اشتباك بالايدي، قام واحد بيطلع المطوة وغزوا. سينما رينيسانس بشارع عماد الدين في وسط البلد كانت المكان الذي شهد جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل عمره. ذهب مع أصدقائه إلى السينما ولكنه لم يعد، حيث لقي طعنة من أحد البلطجية داخل السينما أودت بحياته. ابني دخل السينما وهو داخل، هو رجليه، أو هو شاب طويل شوية، فما جه يقعد رجليه خبطت في ظهر الكرسي بتاع اللي قدام منه، قلعوا الحزمة بتاعتهم ونزلوا فيهم ضرب، فابني وقف فبيزقه كده بايديه، راح مطلع المطوه وراح غرزها له في رقبته في الرئه. وفي مكان زي دوت المفروض ان اللي هو داخل او خارج يتفتش، في كاميرات موجوده في قلب السينما، كاميرات يقول لك معطله. ابتدت خناقه، راح قاطع لي التيشيرت بس، فلقيت ده بيتضرب بالحزام، فلقيت ده بيرفع المطوه، فرحت خبيت ورايا عشان ما يتعورش، وفضلت انا واقف، فقعد يعور في جسمي ومعورني في جنبي. الدنيا كانت ضلمه اول هام، تاني هام كانوا بيضربونا بطريقه غير عاديه. هو رفع الحزام قعد يضرب فيه في وشي وفي كدمه في ظهري، عمال يضرب فينا. سمعت الواد اللي هو كان بيضرب فينا، كنت بتشد معاه، بيقول له ارفع المطوه ياض، مفيش ديالة. صاحبي باسم بيقول له بلاش مطوه، بلاش بلاش، خلاص احنا اسفين، ده معاه مطوه. فانا بقول للواد اللي معايا خلاص احنا اسفين خلاص. النور ولع، لقيت العيال دي اختفت في لحظة، جريوا. ببص لصاحبي بقول انا اتعورت، احنا بصينا لصاحبنا ان هو اتعور، بيرفع ايده لقينا نافورة دم طايرة. طلعت اجري لان انا كنت اقرب واحد للسلم، طلعت اجري على الامن، مفيش امن، فتحت الباب بتاع القاعة نفسه، طلعت عندي على الامن برا لغاية لما الامن طلع معايا. على اساسي الموضوع ما تفاقمش اكتر من الضرب، وانا ما كانش في تخيلي خالص ان واحد معاه مطوة عشان خبطت ركبتي في ظهر كرسيك هتقتلني بالمطوة. عمره ما اذى حد، الناس كلها بتحبه، وعمره كان يتشتم او حاجة يقف ساكت، كان يتضرب ما يردش على اي حد يعمل له حاجة. يا حبيبي كل الحتة هنا تحكي بيه، جنازته كانت ناس، انا عمري ما شفت الناس اللي جات لك يا حبيبي. احنا لازم يبقى في عقاب جامد، ما ينفعش كده نسيبه كده ويجيبوني حقي عشان ناري تبرد. انا مناشد وزير الداخلية ان هو يحد من البلطجة اللي موجودة، يحد من الأسلحة اللي هي موجودة في ايدي الناس، يحد من أولادنا اللي هيخلصوا كده بالطريقة دي، أولادنا هيخلصوا.